نحن وصلنا الآن إلى أطراف حي الصبرة في المنطقة الجنوبية الغربية من مدينة غزة. هنا هو منزل القيادي الكبير في حركة حماس الدكتور محمود الزهار وعضو المكتب السياسي للحركة. إسرائيل بحسب المصادر الفلسطينية والأمنية نقلت المواجهة إلى مرحلة جديدة ببدء استهداف منازل القيادات السياسية الكبيرة في حركة حماس. تم استهداف منزل وزير الداخلية السابق في حكومة حماس، تم استهداف منازل عدد من نواب حماس في المجلس التشريعي هنا في قطاع غزة من الغارات الجوية بعدة صواريخ وتدميرها. ولكن هذا هو منزل محمود الزهار المكون من 4 طبقات، استهدف من قبل الطائرات الإسرائيلية بعدة صواريخ. اللي صار كالتالي، أنه أنا كنت ساكن هنا ما وجودي، يعني ما طلعتش ما خلتش داري، فعندما ضربوا الصاروخ الاستطلاع فأنا حملت يعني أولادي وزوجتي فغادرت المكان. غادرت المكان. طب الدكتور الزهار كان موجود؟ عائلته كانت موجودة؟ لا، هذا المنزل مخلي تماما. والمصادر تؤكد أن الزهار وعائلة الزهار كانت قد تم إخلاؤها قبل الغارات الجوية بعدة أيام، وواضح أنه لم يصب بحسب كثير من المصادر. المشكلة أن هناك إصابات كثيرة في المناطق والمنازل المحيطة بهذا المنزل، حتى أن مسجد النور الملاصق بهذا المنزل تعرض لأضرار ولدمار في بعض أجزائه من جراء شدة القصف. هذا بحسب كثير من المصادر ربما ينقل المواجهة إلى مرحلة جديدة، ربما يعني أن كل الحديث عن مبادرات تهدئة وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل 10 أيام قد تكون ذهبت أدراج الرياح. وهذا يعني أيضا أن المرحلة ربما تكون مرحلة تصعيد جديدة قد تمتد إلى فترة أطول مما كان يعتقد الكثيرين هنا في قطاع غزة. شهد الكاشف، BBC، قطاع غزة.